استعدت في تقي الشيحان وفي المظاهرة العالمة اللي شهدتها مدينة الخيمة. يعني جمعة السبت مجموعين وغادي ياخذوا واحد العدد ديال المهارات. سيدي دوسامي بكل صدق لا مجامل عندنا تجهيزات بفضل السيد العامل صاحبي اللي ما كاينش في إدارات أخرى. بكل صراحة حنا محظوظين. والله العظيم. هذا سبورت نادرا تاع سبورت صورة تقريبية ما نساوش الدور تاع السيد الباشا المحترم اللي يخلي كل صدق وصار معنا ليل نهار كل واحد كان عطيه الحق ديالو والله ما كينعس كل صدق يعني هذا الشباب كل صدق راه جاو الصباح يعني عجبهم هذا كل واحد كيقول هذا تناو فهاد باين مزيان طريقه احترافيه باش تناو الاحياء 15 من اصل 62 لا كيجيو يعني مقاومه راه اتفاقيات مع وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي. العام اللي فات استقبلنا أزيد من 16,000 تلميذ وتلميذة على صعيد إقليم خليفة على صعيد إقليم خليفة. شوفوا الكتب اللي عندك هنا واش كاين كلهم. ها؟ وزارة التربية كاينة. نقطعوا لهم البحوث ديالهم عندي هذا العام 9 الطلبة والطالبات باش غادي نعاونهم في مجال الذاكرة التاريخية لأن بالنسبة للفضاء ديالنا ما عندهمش يعني حتى في مؤسسات التعليم العالي ما عندهمش هاد الإصدارات عندنا أمهات الكتب الندوات العلمية الغدا المعركة ديال جبل بندو كان واحد الله يرحمه السي البقالي عبد السلام البقالي ديال المسيره الخضراء وعملنا هنا دابا عام 2016 عملنا مباراه ديال كتابه قصص الاطفال روايات ديال الاطفال موجهه للاطفال
طلبنا من الناس القاصين هما مبدعين باش يشاركوا في المباراه وشاركوا كلهما واحد العدد كبير عطاتنا كدا 70 قصه وروايه.